الرئيس السيسي يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل يتناغم مع الطابع التاريخي والروحي لها. الرئيس السيسي يؤكد أن انتصارات العاشر من رمضان منهج لبذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة الوطن. مدبولي يترأس الاجتماع السادس للجنة استضافة الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. 9 مساء من التلفزيون المصري 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحي له، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، حيث وجه السيد الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها. كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك محاور النيل بالصعيد، بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها، حيث وجه السيد الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسمى آيات التهنئة والتحية للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وأكد الرئيس على عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد على أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه ورخائه. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، وأن يوفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام. تقدمت قرينة سيد رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان. وأكدت السيد انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نصر العاشر من رمضان جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن.
وتحرير أراضيها. وشددت قرينة السيد رئيس الجمهورية على أن هذا اليوم سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، وأن ما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكريات المصرية في قهر المستحيل. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة. وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أضاف وزير الدفاع أن هذا نصر العاشر من رمضان الذي أعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27. وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لترتيبات استضافة مصر لهذه الدورة، مؤكدا أن كافة الترتيبات والتحضيرات تسير وفقا لما هو مخطط له ويتم الاستعداد في كل الملفات، وأن المؤتمر سوف يعقد بشرم الشيخ في موعده المقرر نوفمبر القادم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بدراسة مقترح لمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية في مدينة العلمين الجديدة، وخلال اجتماع لاستعراض المشروع المقدم من ممثلي عدد من الشركات المصرية والأجنبية. أشاد مدبولي بالمقترح وطلب تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع. يعد مشروع العلمين ريفيرا بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالي، يشمل إقامة 10250 غرفة فندقية و3975 شقة فندقية، ويوفر 30,000 فرصة عمل. تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 152 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 164 طن. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 65.5 طن سلع غذائية. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 36 طن. أما في مجال حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي لها فتم ضبط 56 طن مواد بناء. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 271 قضية، من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كما يبدو هنا في هذا الشادر، كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية والمنزلية أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما أدى إلى إقبال كبير على الشراء لتلبية احتياجاتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. ونظرا لهذا الإقبال، فإن وزارة الداخلية قامت بمد فترة المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة لتخفيف الأعباء عنهم. أيوة أنت فعلا تستاهل كل خير. صراحة أنا شايفة أنها مبادرة حلوة، شايفة أن أسعار السلع موجودة في متناول الجميع، وأسعارها كمان موجودة أقل من السوبر ماركت اللي موجودة برا. حلوة الأسعار، جميلة جدا، في متناول الجميع، يعني أي حد بيقدر يشتري. الأسعار حلوة وأحسن من برا طبعا. عندنا مخزون كافي جدا، دارسين السوق كويس،
عارفين كل المتطلبات اللي محتاجها المواطنين ايه. عندنا مخزون كافي جدا لحد نهايه السنه الحمد لله، كافينا في المبادره وبنطمن الناس. الاسعار كلها متوفره مخفضه. السنه دي داخلين بقائمه كبيره من الاصناف السعوديه المستورده، نازلين بتخفيض 40% علشان نساهم في الامر وتكون لينا السبق في الموضوع دوت بالنسبه للتمور. خش الخيمه كده وهات لي اي كيس مكرونه، كيس رز، كيس سكر، زيت، سمن، اللي كل ما تحتاجوه الاسره كله موجود، اسعار ولا في الخيال. دخلت اشتريت رز وسكر ومكرونه وكل حاجه بصراحه موجوده، والبلح واليميش وكل حاجه موجوده. انا بشكر سياده الرئيس وبشكر وزاره الداخليه، والاسعار جميله ومناسبه. والله الاسعار كويسه والمبادره كويسه وعلى الله تفضل على طول، واحنا بنشكر سياده الرئيس ووزاره الداخليه على المبادره ديت يعني، وخصم خصومات جوه 50% و60%، ويا ريت تفضل كده على طول ان شاء الله. الشادر هذا واحد من مئات الشوادر المنتشره على مستوى الجمهوريه لمبادره كلنا واحد التي اقامتها وزاره الداخليه بالتنسيق مع كبار الموردين واصحاب السلاسل التجاريه والكيانات الصناعيه لتوفير متطلبات الاسر المصريه من كافة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، بينما تصل أفرع السلاسل التجارية المشاركة إلى 993 فرعا. تنتشر قوافل السيارات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى المناطق الأشد احتياجاً بهدف توفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة، بينما يتم توزيع عبوات تحتوي سلع غذائية على المواطنين بأسعار مخفضة. تستاهل كل خير. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركة وبفاعلية كبيرة في هذه المبادرة التي وصلت إلى مرحلتها 22، تخفيضات في منافذها الثابتة والمتحركة تصل إلى 50% وسلع ذات جودة عالية. حققت مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي انطلقت في 15 من الشهر الماضي نجاحا كبيرا يشهد عليه إقبال المواطنين على الشراء للاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع المعروضة، ما ساهم في تخفيف الأعباء عنهم. شوادر ومنافذ كلنا واحد تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة على السلع الأساسية والاستراتيجية لتلبية احتياجاتهم. السلع مخفض أسعارها بنسبة 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل وزير الخارجية سامح شكري الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمان جالمور. تناول اللقاء الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والتطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني. وخلال لقائه بعدد من البرلمان الأوروبيين، شدد الرئيس التونسي على حرصه على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تصدر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27.84% من الأصوات. وأضافت الداخلية الفرنسية أن المرشحة اليمينية مارين لوبان جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 23.15% من الأصوات، ليتوجه ماكرون ولوبان في الجولة الثانية. وهذه هي صورة مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتحدث مع أنصاره في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.
انتخب البرلمان الباكستاني نائب المعارض شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، وذلك بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان. وينهي انتخاب شريف أزمة دستورية استمرت لأسبوعا وبلغت ذروتها عندما خسر خان تصويتا لحجب الثقة. وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار إياز، قال إنه تم انتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء بحصول على 174 صوتا من أصل 342 صوتا في المجلس. قال المستشار النمساوي كارل نيهمان إن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا ومباشرا لكنه لم يكن وديا. وأكد المستشار النمساوي أن اللقاء استمر لمدة 90 دقيقة، وقد أفاد التقارير الصحفية النمساوية بانتهاء المفاوضات بين بوتين ونيهامر والتي عقدت في قصر الكرملين بموسكو. كان المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن المحادثات بين بوتين ونيهامر ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن 10,000 قتلوا في الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد. في خطاب وجهه عبر الفيديو لنواب برلمان كوريا الجنوبية، قال زيلينسكي قال إن ماريوبول دمرت وهناك 10,000 من القتلى، لكن على الرغم من ذلك فإن الروس لم يوقفوا هجومهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستفتح ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول المحاصرة عبر مدينة بردنياسك، وذلك إلى شبه جزيرة القرم. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا أكملت تقريبا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن كييف تتوقع بدء القتال الفعلي في هاتين المنطقتين في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني مستعد للتصدي للهجوم الجديد. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن موسكو تنقل قواتها من بيلاروسيا إلى داخل روسيا تمهيدا لاستبدالها بقوات أخرى. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جان كيربي إن القتال في مدينة ماريوبول المحاصرة مستمر. وخلال مؤتمر صحفي اعتبر كيربي أن القوات قد حان أو الوقت قد حان للرئيس الروسي بوتين للجلوس مع نظيره الأوكراني زيلينسكي والتوصل إلى حل سلمي. يواصل مجلس الشيوخ جلسات لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخلال جلسة اليوم وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد ليصبح بذلك لدى سوق التأمين قانون موحد وشامل. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ استكمل خلالها مناقشاته لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. بدأت الجلسة بإحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مشروع قانون محال إليه من مجلس النواب بشأن تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم، وذلك إلى لجنة حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن والأشخاص ذوي الهمم لدراسته. كما ناقش نواب مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث أبدى عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم حول مشروع القانون. أنا بقترح استبدال عبارة شركات للتأمين الطبي المتخصص طويل وقصير الأجل بعبارة شركات التأمين الطبي المتخصص، ودي تفند في الفقرة الثانية من المادة للتأكيد على أن الرسوم المقررة على التأمين الطبي تشمل النوعين وحسب ما ورد بالتعريفات، فقد تم التعريفات بأن قطاع التأمين الطبي المتخصص طويل المدى وقصير الأجل. المادة بتقول كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات
بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية. وقامت اللجنة بحذف عبارة بما فيها الحوسبة السحابية الواردة بعد عبارة تقديم أي من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي من الأفضل ضبط موقعها بدلا من حذفها. وفي نهاية الجلسة وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون نهائيا ليصبح لدى سوق التأمين قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر. في حوار خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون التأمين الموحد يدعم الاقتصاد ويحميه، كما يمثل نقلة تشريعية هامة لهذا القطاع. هذا قانون من الأهمية بجد إن هو يلقى عليه الضوء للناس حتى عشان تعرف أهميته. هو بيحمي الاقتصاد وبيدعمه بشكل غير مباشر من خلال حماية الممتلكات والأرواح ليه حاجات متعددة وأنشطة كتير جدا، ودخل في مجال الطب كمان. القانون بيعتبر نقلة تشريعية في التأمين في مصر، بيضم ثلاث قوانين كانوا ساريين لقانون واحد موحد، وده بيحفز الاستثمار في هذا القطاع المهم جدا. قطاع التأمين من أهم القطاعات اللي يعني مخطط لها الاستثمار فيها. ثانيا أنه كمان بيزود نسبة الادخار عند المواطن المصري، ودي آلية جديدة للادخار عند المواطن المصري، ويمكن القانون بيتعرض كمان في مواد قانونه إلى الوعي والتوعية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. القانون ده كان فرصة جيدة جدا اللي احنا نجمع قوانين قديمة من الثمانينات وفي قانون من الأربعينات اللي احنا نجمعهم في قانون واحد موحد يساعد يعني المشتغلين بقطاع التأمين على يعني الإلمام بكل القواعد الخاصة بالتأمين، مع إضافة يعني أنواع جديدة من التأمين لم تكن موجودة تم إضافتها في شكل يعني قواعد إجبارية أو تأمين إجباري. انطلقت فعاليات اللقاء الأول الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لبحث تكلفة الإرهاب في مصر، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تضمن مشروع تكلفة الإرهاب أربعة محاور رئيسة، وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمت مناقشة سبل استراتيجيات المواجهة والتصدي لتقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة. رجال الدين ورجال الفكر هم شركاء أعزاء جدا لوزارة التضامن في هذه المرحلة. احنا بنشتغل على لجنتين من أهم اللجان، أحدهما خاصة بالقيم المصرية، قيم احترام الآخر، التسامح، حتى بنتكلم على قيم المسؤولية والقيم الأساسية للمجتمع المصري. وهناك لجنة أخرى بنعمل فيها على توحيد الرسائل الدينية والمجتمعية. بيشرف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن هو يشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع البحثي الضخم والكبير والفريد والأول من نوعه الحقيقة، اللي بيتناول قضية تكلفة الإرهاب من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المجتمع المصري وعلى منطقتنا العربية بشكل عام وعلى العالم. أول مرة يكون في بحث بيشارك فيه عدد كبير من الفرق البحثية المتخصصة كلهم في مجاله، اللي بتضم الأربع محاور الخاصة بهذا المشروع البحثي. فرق بحثية تضم مجموعة من أجيال الباحثين، من الأساتذة، من الخبراء، من شباب الباحثين، كافة التخصصات. كثير من عوائد التنمية تم استنزافها في فترة من الفترات عندما كنا نتعرض لهجمات إرهابية في مكافحة الإرهاب، وده أدى إلى أننا معدلات النمو يعني تراجعت لدينا في بعض الأوقات، ولكن بالطبع الآن نحن لابد أن نضع في اعتبارنا ما قامت به الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب
يعني احنا الوقت زي ما بيقولوا ما فيش اي احداث ارهابيه على الاطلاق، لكن ده مش معناه ان ليس هناك جذور للارهاب في المجتمع المصري، ما زال هناك جذور للتطرف والارهاب. والحقيقه البحث ده هدفه ان هو يفهم ما هي جذور التطرف والارهاب في المجتمع المصري بهدف تحسين المجتمع مستقبلا من خلال مجموعه من السياسات والتدخلات التنمويه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالحمراويين التابعة لإدارة القصور الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 128 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 31 فحصا معمليا وإجراء 16 أشعة وسونار، كما تم إجراء 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية المجانية بقرية الشلال التابعة لمدينة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات طبية، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء جراحات والأشعة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وعن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف، على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد. هذا ومن المتوقع أن يسود طقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وبأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم لنهاية نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي وجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لها.
الرئيس السيسي يؤكد أن انتصارات العاشر من رمضان منهج لبذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن. مدبولي يترأس الاجتماع السادس للجنة استضافة الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم. انتهت أخبار التاسعة.